نتكلم عن التبرع، يمكن نطلع لتقرير عن إقامة مسجد يعني ما شاء الله حسني عبد ربه نجم مصر والنادي الإسماعيلي بناه من A to Z من أول لآخره، مسجد رائع وهائل جميل، ربنا ربي يحطه في ميزان حسناته. النهارده كان افتتاح المسجد وانا كنت بصراحه معزوم، لكن عندي كان ظروف، بتاسف وبعتذر للكابتن حسني عبد ربه ما كنتش موجود، لكن في نخبه كبيره من الافاضل والكباتن كانوا موجودين هناك. نروح نشوف تقرير عن افتتاح مسجد حسني عبد ربه في الاسماعيليه ونرجع نستقبل كابتننا الصقر والعميد الكابتن احمد حسن. أنا بقول إن أنا تلقيت رسالة أخرى من الكابتن حسني، وهو أن يكون نموذج لشباب مصر أن يكون ده شكل من أشكال توجههم، المشاركة والمشاركة بجدية في سبيل إسعاد كل الناس المحيطين بهم، يبقى نموذج جيد للشباب. هو كان نموذج جيد في الملاعب وحيستمر إن شاء الله، وبيقدم نموذج جيد لكل الشباب اللي هم بيعتبروه قدوة. شيء إضافة لرصيده، وده الرصيد الاهم يعني، فان شاء الله يعني في ميزان حسنات، في ميزان حسناته ان شاء الله، وربنا يوفقه باذن الله. اللي انا شفته النهارده من حب الناس وحب الناس اللي موجوده دي حاجه جميله جدا جدا. يا رب يبارك في امثال حسني ويجد امثال حسني اللي يعملوا هذا العمل، يعملوا احنا كنا في بيت الله. الحب اللي موجود اللي شفته من اهالي بلدته ومن الاسماعيليه كلها ومن الضيوف اللي جاي له، ده دليل على ان حسني انسان نقي، انسان طار، ربنا يبارك فيه ويبعد عنه شر الاصابات. بنهني بالصور كلها والاسماعيليه بالصرح اللي عمله الكابتن حسني. بنتمنى كل الشباب يبقى قدوه، وكل واحد ربنا كرمه ووفقه في مجاله انه يعمل يعني حاجه محترمه زي اللي عملها الكابتن حسني، لان هو قدوه للاعيبه مصر كلها. جزاه الله الخير على الصدقه الجاريه اللي عملها، حاجه محترمه، ربنا يكرمه ويا رب كده الناس كلها تبص يعني هو ده النموذج اللي فعلا هيبقى في كل قلوب المصريين مش في اسماعيليه بس. انا على المستوى الشخصي جاي عشان بحب حسني عبد ربه، بالنسبه لي اخ وحاجه، والله العظيم ربنا يبارك له. يعني فرحان جدا وسعيد اني شفت واحد من ولادنا اهل الاسماعيليه ومن نادي الاسماعيلي بيعملوا عمل يعني عجز عنه الكبار. كابتن حسني عبد ربه مش محتاج شكر ولا محتاج ان احنا نوصف له، عشان ربنا عالم بالخير اللي هو بيعمله. حاجه ربنا يتقبل منه ان شاء الله ويكتبها له قصر في الجنه باذن الله، وتكون حاجه كده لذكر الله باذن الله ان شاء الله. حاجه جميله جدا النهارده كابتن حسني عبد ربه افتتاح جامع لاهل بلده، ده حب كبير جدا من اهل بلده. احنا النهارده الحمد لله احنا موجودين النهارده، سعداء جدا ان احنا موجودين، وكابتن حسني عبد ربه يعني ربنا يكرمه وربنا يبارك فيه اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقه طبعا ويجعله في ميزان حسناته، فحسني مثال طيب للشباب وكل الناس يا رب، وكل الشباب تحتذي بحسني، وشيء طيب جدا اللي هو بيعمل صرح ديني مسجد. هقول يا رب يجعله في ميزان حسناته كده ويجعله نور ليه، ويا رب حسني ربنا يقومه بالسلامة ويرجع لنا الملاعب بإذن الله. النهاردة خطيب الجامع قالوا انت حققت بطولات لبلدك، انت كنت احسن لاعب في افريقيا، خدت احسن لاعب في افريقيا، لكن البطولة النهاردة احسن بطولة انت عملتها وهو بناء المسجد. مفيش تجارة يعني تضمن فيها المكسب الا التجارة مع الله، وحسني شاري اخرته، وان شاء الله حسن العمل في الدنيا، وشاري يعني انه يكون نموذج يحتز به لكل اهل الشباب بسويق. ربنا يبارك لحسني، وده مش غريب، حسني من بدايته واحنا يعني بنشوف ان هو قد ايه يعني بيحب ربنا وقد ايه ملتزم وبيحب دينه، فيعني ربنا كرمه لان دي احسن تجاره مع ربنا. يعني كابتن حسني عبد ربه عمل بطولات كتيره جدا ورفع كاس مصر، ولكن النهارده احسن بطوله عملها هي البطوله اللي عملها النهارده، دي اللي هتنفعه ان شاء الله يوم القيامه وهتنفعه في اخرته ان شاء الله. دي احسن بطوله كابتن حسني عملها وكلنا نستفاد منها، ويا رب كلنا نعمل زي ان شاء الله. هو تاجر مع الله، هو فعلا تاجر مع الله، ربنا يكرمه تبقى تجاره رابحه ان شاء الله. حسني عبد ربه ده اخويا يعني، ودي حاجه يعني عاملها لوجه الله يعني، جزاه الله خير. هو كان بيسعى الموضوع دوت من زمان قوي يعني، ان هو بيفكر ان هو يعمل مسجد كده حاجه، والحمد لله يعني عمل حاجه كويسه تشرفنا وتشرف اسماعيليه كلها. شاب قدوه وشاب رياضي محترم وعمل كويس، يا ريت الشباب يقتدوا بالعمل الكابتن حسني عبد ربه، وهو بتاجر زي ما انت بتقول تجاره مع الله، فربنا يكرمه ويجعل من امثاله كتير في البلد ان شاء الله باذن الله. هو كابتن حسني بصراحه ضرب اروع الامثله لكل الشعب المصري. انا عايز اقول للشباب والناس
الناس ورجال الأعمال. أدي المثل الطيب وأدي المثل الذي يحتذى به، اللي جد في أدائه، جد في حياته الطبيعية، جد في كل حاجة، يعني ملتزم في كل النواحي، وده بصراحة مثل طيب. بشكر الكابتن حسني عبد ربه، وأتمنى يا رب يبقى في ميزان حسناته، وأدعو الشباب كلها ولاعيبة مصر كلها القادرة تعمل هذا المشروع في بلادها، عشان نحس الشباب اللي فيه انتماء للبلد وانتماء للوطن وانتماء ليه، وكله في ميزان حسناتهم يا رب ان شاء الله يا رب. شيء كويس ان لعيب الكره يهتم بالنواحي الدينيه عشان يبقى قدوه لجميع اللاعبين الصغار اللي بدايه حياتهم في المشوار الملاعب، وكمان قدوه للشباب انه يعني الانسان يبقى ملتزم دينيا. ربنا يكرمه ان شاء الله، وربنا يوفق جميع اللاعبين وكابتن حسني عبد ربه ان شاء الله. ان شاء الله دي حاجه كويسه مش بعيده على حسني باخلاقه، وهو دايما بقى لفعل خير، عمل حاجه لربنا سبحانه وتعالى اولا، والاهل بلده دايما في الخير لاهل بلده، ودي حاجه كويسه بتبقى حاجه قدوه لكل الشباب. وربنا يجعل في ميزان حسناتك يا حسني، وربنا يزيدك، ونتمنى كل الناس تسوى يعني تبقى زي حسني عبد ربه وتعمل حاجه لبلدها، وربنا يحميك يا حسني ان شاء الله لينا ولنادي الاسماعيلي. الحمد لله رب العالمين، احنا بنحمد الله ونشكره، وده اقل واجب الواحد يعمله، يعني حسني ده راجل بتاع ربنا، وان شاء الله يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله دائما وابدا. حسني في خدمه اهل ابو سويه، وطبعا بيخدم كل الناس، بيخدم الناس الغلابه، وبيخدمنا احنا برضو كوالد لي ووالدته، بيخدمنا وهو ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا هيقومه بالسلامه ويرجع النادي الاسماعيلي تاني. دي حاجه جميله وانا مبسوط، وده حلم انا حلمته من وانا صغير واتحقق النهارده، فبقول الحمد لله. طبعا نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى طبعا، فانا النهارده مش عايز اقول لك انا بجد حاسس ان انا اسعد واحد في الدنيا النهارده، لما بتحلم بحاجه كده وربنا بيحققها لك فبتبقى احسن حاجه في الدنيا كلها. فانت زي ما انت شايف كده التجمع الناس كلها فيه، واهلي بلدي اللي انا طبعا عامل الخير ده لوجه الله سبحانه وتعالى، وثم بلدي واصرت اللي انا اعمله في البلد اللي انا اتولدت فيها والناس اللي انا طلعت منهم. فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه ديت، وبشكر كل الناس بجد النهارده شرفوني، سواء رياضيين في جميع المجالات النهارده كانوا موجودين، فانا بصراحه بشكر الناس كلها. وعايز اقول ان احنا كلاعبي الكوره بقى مش احنا علينا دور كبير جدا في المجتمع، واحنا لازم نوصل رساله للناس كلها ان احنا اي حد يقدر يعمل اي حاجه لازم يعمل، انما احنا للاسف ممكن نكون بعاد شويه في النقط ديت. انما انا بقول الحمد لله في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان ده حلم انا حلمته، وسعيد جدا النهارده اللي ربنا اكرمني وبيتحقق الحمد لله. الفكره بقى لها قد ايه؟ ما انا بقول لك ده حلم من وانا عندي 13 سنه والله، يعني الحمد لله كنت بحلم كده ان انا يبقى عندي مسجد واعمل مسجد، فربنا زي ما قلت لك نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، فربنا انعم عليا والحمد لله انا مبسوط جدا ان ربنا كرمني وحققت الحلم اللي انا بحلم بيه طول عمري. تابع معكم التقرير من داخل مدينه ابو سوير، ميسره نوح لتلفزيون الحياه.